السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة مجد فراغرانس لمراجعة وتقييم العطور. اليوم إن شاء الله راح نتحدث لكم في حلقة جديدة عن أحسن العطور التي تجلب الإطراءات، ولهذا قمت باختيار 10 عطور نشوف أنها راح تكون على مر التاريخ وعلى مر المناسبات أيضا تجلب لك الكثير من الإطراءات، سواء في العمل أو في الخروج أو في الحفلات وما إلى ذلك، ولهذا ابقوا معنا. إذن في المركز العاشر راح نبدأ بعطر أيمان بيور هافان من دار تيري ميغلر. هذا العطر يصنف على أنه عطر شرقي فانيليا للرجال، ويستعمل في الأجواء الباردة من فصل الخريف وفصل الشتاء، ويعتبر أنه عطر ليلي أكثر من أنه نهاري. هذا العطر صدر في سنة 2011، وقام العطار جاكي زاكي بتوقيع هذا العطر. من بين النوتات اللي تخلي هذا العطر جميل جدا هي نوتة العسل الأبيض ممزوجة بطريقة غريبة مع التبغ، وأيضا يعني للناس اللي تحب العطور التبغية العطر هذا راح يكون لكم عطر جميل جدا، وأيضا لمسة الكاكاو مع الفانيليا الموجودة في العطر تخلي أنه يكون عطر سويتي ولكن بطريقة ناعمة جدا. عطر أيمان بيور هافان حقيقة عطر راح يجلب لك الكثير من الإطراءات، ننصحكم أنكم تجربوه. خيرت لكم أيضا عطر لانوي دولوم من دار إيف سان لوران. هذا العطر يصنف على أنه عطر خشبي حار للرجال، أصدر في سنة 2009، وكان العطار بيير وارغني وآن فليبو خلف هذه التوليفة الجميلة. عطر لانوي دولوم من دار إيف سان لوران يحبذ استعماله في أجواء الخريف وأجواء الشتاء وليالي فصل الربيع. هذا العطر يعتبر عطر ليلي، وأيضا من بين النوتات اللي تخلي أنه يكون عطر جميل جدا هي نوتة الهيل أو ما يسمى بالإنجليزي نوتة الكاردامون. هذا العطر نشوف على أنه راح يكون أجمل عطر من ناحية يعني العطور الحريمية، وأيضا العطر هذا من بين العطور اللي تحب النساء تشمه في الرجال، وأيضا يوجد نوتة الخزامة ونجيل الهند مع الكروية الموجودة في قاعدة هذا العطر تخليه يكون أنه عطر جميل جدا. العطر هذا عطر تحفة من ناحية الرائحة، إلا أنه ثباته يعني متوسط وفواحانه متوسط. أيضا عندنا العطر الجميل من دار دوتشي أند كابانا لايت بلو فوريفر للرجال. هذا العطر يعتبر عطر جديد على الساحة العطرية، أنتج من دار دوتشي أند كابانا في سنة 2021، وهذا العطر يليق جدا للأجواء الربيعية والصيفية من فترة النهار. من بين النوتات اللي تخليك تتمتع بهذا العطر هي نوتة الجريب فروت والبيرجاموت، وأيضا نجيل الهند الموجود في قاعدته مع الباتشولي يعطي نوع من الفخامة. حقيقة نشوف أنه عطر جميل جدا، دار دوتشي أند كابانا أبدعت في هذا العطر للناس اللي تحب العطور الفريش، العطور المنعشة برائحة الحمضيات. اذهبوا مباشرة واختاروا عطر لايت بلو فوريفر من دار دوتشي أند كابانا. هذا العطر فوحانه من متوسط إلى هائل، وبالنسبة لثباته أيضا من متوسط إلى ثابت. أيضا عندنا العطر الجميل من دار فيرزاتشي عطر أيروس. هذا العطر يصنف على أنه عطر أروماتيك فجار للرجال، وصدر في سنة 2012. هذا العطر جميل جدا من دار فيرزاتشي، يتميز على أنه يمكن استعماله في جميع الفصول وأيضا في النهاري والليل. هذا العطر هو محبوب الشباب بالنسبة للفئة العمرية اللي بين 25 إلى 45. العطر هذا راح يناسبكم كتير، ويتميز بنقطة النعناع الموجودة في الافتتاح.
والحاجة الجميلة أيضا في هذا العطر هي حبوب التونكا، معطيه العطر نوع من الحلاوة، والأمبروكسان يخليه أنه أيضا يكون عنده انتشار جيد وفواحان لا بأس بها. نجيل الهند وخشب الأرز لما يستقر العطر راح تشمهم بصفة واضحة جدا، أيضا تعطي العطر بعض من الفخامة. عطر فيرزاتشي إيروس من دار فيرزاتشي يتميز على أنه عطر ثقيل في الانتشار وأيضا يعتبر عطر ثابت. عندنا أيضا عطر كريد أفنتوس، هذا العطر الغني عن التعريف الذي يعتبر ملك من عطور النيش في دار كريد، يصنف على أنه عطر تشبر فواكه للرجال. صدر هذا العطر في سنة 2010 ويتميز بنوتة الأناناس المدخن الموجودة في قمة هذه العطر، وأيضا أخشاب البتولة لما يستقر العطر راح تتمتع كثير بالنوتات الفاكهية. عطر كريد أفنتوس نشوف أنه عطر جيد جدا لجميع المواسم، يصلح للاستعمال في المكاتب أو الخروج، راح يخلي من وراك انطباع جيد ويجلب لك الكثير من الإطراءات. للناس اللي ما قدرت تتحصل على عطر كريد أفنتوس نظرا لثمنه الباهظ، يمكن لكم أن تقتنوا عطر أرماف كلاب دونوي أنتنس، راح يعطيكم نفس الدي ان اي ولكن اختلاف بسيط في الافتتاحية. وأيضا يوجد عطر آخر جميل يسمى بعطر تشيك أفينيو، هذا العطر من دار جيبرليس يعتبر عطر بديل مميز. أنا عملت مراجعة لعطر تشيك أفينيو وعطر كلاب دونوي أنتنس من دار أرماف، راح أخلي لكم الرابط في الوصف لمزيد من المعلومات. عطر ديور سافاج، هذا العطر الجميل جدا الذي أنتج في سنة 2015 على يد العطار فرانسوا ديماشي، راح يبقى عطر جميل جدا ويصنف على أنه عطر أروماتيك فوجير للرجال. من بين النوتات التي عجبتني في هذا العطر وتخلي أنه يكون يعني متميز ومتفرد بهذه النوتة هي نوتة الأمبروكسان. نوتة الأمبروكسان في هذا العطر نوتة واضحة جدا، صحيح أنه عطر سوفاج من دار ديور يعتبر على أنه عطر خطي نوعا ما، يعني ما في تدرج في النوتات، إلا أنه لما تلبس العطر هذا راح يجلب لك الكثير من الإطراءات. أيضا النساء تحب تشم العطر هذا في الرجال. وأيضا عطر ديور سوفاج نسخة الأو دو تواليت والإصدار في سنة 2015 يصلح كثير للارتداء في جميع الفصول بما فيهم فصل الصيف وفصل الربيع. نتمنى أنكم تجربوا عطر ديور سوفاج للناس اللي مازال ما جربت العطر، ومن ناحية ثباته يعتبر عطر ثابت وفوحانه من متوسط إلى ثقيل. خيرت لكم أيضا عطر دوان نسخة الأدو بارفيوم من دار دوتشي أند جابانا. خيرت لكم نسخة الأدو بارفيوم ولم أخير لكم نسخة الأدو تواليت، وهذا لأنه نشوف أنا بأن نسخة الأدو بارفيوم أقوى من نسخة الأدو تواليت، والرائحة هي نفسها. هذا العطر الجميل يعتبر عطر حريمي، والعطر هذا يحبذ استعماله في فترة الليل من الأجواء الباردة لفصل الخريف والشتاء، وأيضا لليالي فصل الربيع. هذا العطر وقعه العطار أوليفي بولك في سنة 2015 ويصنف على أنه عطر خشبي حار للرجال. من بين النوتات الجميلة في هذا العطر هي نوتة التبغ الموجودة في قاعدة هذا العطر، إلا أنك راح تشمها منذ الافتتاح. وأيضا عندنا خليط من الزنجبيل مع الهيل يخلي العطر هذا يكون عطر حريمي، عطر غورموند، عطر جميل جدا. الكزبرة والريحان الموجودة في العطر راح تشمها في الافتتاح، تعطي العطر أيضا جمالية وبعد آخر. عطر دوان من دار دوتشي أند جابانا يعتبر عطر متوسط من ناحية الثبات، وانتشاره أيضا متوسط. أيضا عندنا العطر الجميل عطر أكوا دي جيو من دار جورجوري أرماني، هذا العطر يصنف على أنه عطر أروماتيك مائي للرجال، وأصدر في سنة 1996 وقام العطار أربيرتو مورياس خلف هذه التوليفة. عطر أكوا دي جيو من دار جورجوري أرماني
هو عطر منعش جدا لفصل الربيع والصيف، وأيضا يحب استعماله في فترة النهار. من بين نقاط أو نقاط قوة هذا العطر أنه عطر فريش ليموني، راح تشم نقطة البرغموت واضحة، واليوسفي أيضا جوزة الطيب واضحة في العطر مع الباتشولي أيضا في قاعدته. نشوف أنه العطر هذا راح يبقى أيقونة في تاريخ العطور الكلاسيكية من دار جورجري ألماني. العطر هذا أيضا يتميز على أنه متوسط من ناحية الثبات، وفوحانه أيضا متوسط. أيضا عندنا العطر الغني عن تعريف، عطر بلو دو شانيل. هذا العطر يعتبر من بين العطور الجميلة الرجالية على مر التاريخ، ورح يبقى أيضا متربع على هذا العرش. اخترت لكم نسخة الأودو تواليت على غرار نسخة الأودو برفيوم وأيضا نسخة البرفيوم، وهذا لأني نشوف أن نسخة الأودو تواليت أحسن منهم من ناحية الفوحان. عطر بلو دو شانيل أنتج في سنة 2010، وقام العطار جاكي بولك بتوليف هذا العطر. يعتبر عطر بلو دو شانيل سهل الاستعمال والارتداء لجميع المناسبات وجميع الأوقات، وهو من بين العطور اللي تجلب الكثير من الإطراءات. يتميز على أنه منعش في الافتتاح، فيه ليمون، فيه فلفل وردي، وتوليفة رائعة من نجيل الهند مع البخور في قلبه وقاعدته، التي تتميز بوجود أخشاب الأرز مع خشب الصندل باتشولي، يخلي أنه يكون عطر جميل جدا وممتع. عطر بلو دو شانيل يتميز على أنه فوحانه من متوسط إلى ثقيل، أو بالأحرى متوسط أكثر من أنه ثقيل، وثباته من متوسط إلى ثابت. اخترت لكم في المركز الأول عطر برادا لوم أنتونس من دار برادا. هذا العطر من دار برادا يصنف على أنه عطر شرقي خشبي للرجال، أنتج في سنة 2017. عطر برادا لوم أنتونس يحبذ استعماله في الأجواء الباردة من فصل الربيع والخريف والشتاء، ويمكن استعماله سواء في فترة النهار أو فترة الليل. عطر برادا لوم أنتونس أصدر بعد النجاح الكبير الذي حققه عطر برادا لوم نسخة الأودو تواليت، ثم في سنة 2018 أصدر إلينا أيضا نسخة الأودو برفيوم برادا لوم أبسولو خلف عطر برادا لوم أنتونس. إذن عطر برادا لوم أنتونس نشوف على أنه عطر جميل جدا، يعطيك إيحاء من النظافة، وهو من بين النوتات التي تمكنوا من حبك نقطة السوسن مع نقطة الجلود وحبوب الطنك الموجودة في قاعدته مع خشب الصندل، تعطيه نوع من الفخامة والسويدية. إذن عطر برادا لوم أنتونس ننصحكم أنكم تجربوه للناس اللي لم تجرب عطر برادا لوم أنتونس. ثباته من ثابت إلى شديد الثبات، وفوحانه متوسط. راح أخلي لكم في الوصف رابط لمراجعة عطر برادا لوم أبسولو من هذه الدار. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. اليوم قدمنا لكم 10 عطور من بين العطور التي تجلب لك الكثير من الإطراءات. هذه العطور راح تبقى دائما عطور جميلة جدا، وأيضا للناس التي لم تجربها نتمنى أنكم تجربوها، وراح تجلب لكم انطباعات جيدة. إذن في الأخير ما بقى لي إلا أن أقول لكم شكرا لكم على المشاهدة مجددا. اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس ليصلكم دائما الجديد. سلام.